رايك في اليورو؟ بدايه حلوه، ماتشات كتيره كويسه، كنت يعني كنت واقع بجوله الاولى هتبقى فيها ماتشات اقل يعني، لكن معظم الفرق الكبيره ظهرت بشكل كبير. عجبني جدا ايطاليا، ايطاليا عامله 28 مباراه بدون هزيمه من ساعه تصفيات كاس عالم وكاس اوروبا، كلين شيت حوالي ماتشات كتيره جدا ورا بعض، ماتش بدايه افتتاحه مع تركيا ماتش حلو قوي، كوره غير الكوره متعودين عليها في ايطاليا، بوزيشن كتير جدا، استحواذ كويس، بيجيب اجوان بيضيع اجوان، يعني انا شايف لا في مستويات حلوه بصراحه عالمي. زي ما كابتن حازم بيقول دايما ان اي بطوله بيبقى الراوند الاولانيه المستويات فيها اقل، لكن البطوله دي مختلفه. البطوله دي الماتشات بادئه برتم عالي، الفرق الكبيره كلها قالت لا احنا مش جايين نهزر، ومسج لكل الفرق ان هم جايين منافسين، كله البرتغال فرنسا يمكن المانيا طبعا اتغلبت من فرنسا، اتكلم على ايطاليا، ايطاليا عامل لعبه ماتش كبير، انجلترا لعبت ماتش كبير قدام كرواتيا، يعني النمسا كسبت سويسرا، لا الراوند الاولانيه راوند فيها كوره كويسه، وكل الفرق قالت ان البطوله دي هتبقى بطوله جامده. طبعا اهم حاجه في الراوند الاولانيه هو الخبر الكويس جدا وجيد جدا بان كريستيان اريكسن على يعني على قيد الحياه، وان هو كويس، وان هو اتكلم وبعت فيديوز لزمايله، ودي اهم حاجه في البطوله، وبينت لك ان ازاي دي بيهتموا بالناس، ازاي الناس دي بتهتم بانسانيه البني ادم وحياه البني ادم اهم من اي حاجة.